بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ إن احنا نتكلم على map. الفيديو اللي فات ابتدينا نتكلم على السيتس، واتكلمنا على كل function فيها وعرفناها بالتفصيل هي إيه. الفيديو ده هنتكلم عن حاجة شبيهة ليها وهي الماب. ريفرش سريع كده، السيت دي اللي هي إيه؟ السيت gets the unique values of an attribute. يعني أنا دلوقتي لو عندي أي حاجة attribute array أو أي حاجة، ومش شرط اتربل، يعني اي يونيك فاليو من الحاجه اللي انا بضيفها هي بتهولد يونيك فاليوز بس. الماب بقى دي ايه؟ الماب هي حاجه شبيهه للاوبجكت، هي الماتر اوف فاكت هي اوبجكت. لو قلت لك مثلا اديت الاو بي جي بيساوي اوبجكت فاضي وعملت كونسول لوج على الاو بي جي ده، تلاقي انه جايب لك الاوبجكت الفاضي. طب لو قلت ليت الماب بتساوي نيو، سوري في بتساوي هنا بتساوي نيو ماب، وعملت كونسول لوج على الماب بتاعتي، تلاقي انها اوبجكت من الكونستراكتور اللي اسمها ماب، اللينث بتاعها بزيرو، يعني السايز زيرو، وليها انتريز معينه، البروتو بيروح للماب وفي الاخر البروتو بيروح للاوبجكت زي ما احنا متعودين. طيب جميل، دلوقتي كده انا ممكن اعمل ايه بالماب دي؟ هي ليها فانكشنز زي ما انت شايف، كلير اكيد عارفين هتعمل ايه، بتكلير الماب، ديليت بتديليت الماب او بتديليت ايتم معينه يعني من الماب، جيت وهاز وكيز والست والانتريز. طيب تعال نشوف كده، لو احنا اديناها اي بارامتر مثلا قلت لها نيم بالمنظر ده، تلاقي انها بتقول لك iterator value in is not an entry object. طيب لو اديتها array مثلا فيها النيم برضه لا. فانت كل اللي انت بتعمله انت بتقول map.set وبتديها الكي هنا، ده هنا الكي وهنا الفاليو. فانت ممكن تعمل حاجه زي كده، طبعا key is not a reference، يعني ده مش error بقى، مشكله ان احنا بس بتحاول تدور على value اسمه key. تلاقي عملت لك اوبجكت الكي بيروح للفاليو. طيب دلوقتي انا ممكن اعمل ايه بقى؟ الفرق بينها وبين الاوبجكت العادي، ما انت هتقول لي مش مشكله، ممكن اقول لك ليت الاو بي جي بيساوي كي بيروح للفاليو بالمنظر ده، ولا تزعل نفسك، وخلي دي بس كده فاليو كسترنج وكونسول لوج على الاو بي جي، ما اختلفناش كتير، هي هي. الفرق في الماب انها بتقدر انها تهولد اي كي. يعني ايه اي كي؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو خليت ان الكي ده ليت الكي مثلا بيساوي اف ان، سوري مش اف ان، اي فانكشن يعني انا لمسه خلاص، ده يبص هنا لا لا، يعني الكي ما اتغيرش، مع ان المفروض ان ده بيأكس كده الفاريبل اللي فوق. فهي دي الفكره، ان انا مش اقدر ان انا احط فانكشن هنا. فلو قلت له مثلا فانكشن اكيد طبعا هيديني سنتكس ايرور، اللي هو ايه ده الاكسبكتد كوما، او ان انا خلاص كده عملت فانكشن يعني مستني ان انت تخش على البروبرتي اللي بعدها. فدي البروبلم اللي جت تحلها الماب. ده دلوقتي لو اديت ريفرنس للكي ده، قلت له كي بالمنظر ده، هتلاقي ان الكي بتاعها او بي جي مش مشكله، ده شيء ده الكي دلوقتي بقى فانكشن. يعني انا الكي بتاعي هو الفانكشن، والفاليو هي الفاليو اللي مش لازم تبقى اسمها فاليو، يعني انا اي نيم، النيم بقى هو الفاليو. اكسسه ازاي؟ طبعا عن طريق الجيت، فهتقول له ماب ماب دوت جيت. اوعى تعمل فانكشن، لان احنا عارفين ان دي حاجه ليها ريفرنس مختلف عن اللي في الميموري، فمش هتجيبها، انت تديها برضو الميموري او الريفرنس اللي انت عامله ليها هنا. هقول لك دلوقتي كونسول لوج على حاجه زي كده، ماب مثلا دوت جيت بالكي اللي معانا ده، هيقول لك نيم. فانت تقدر ان انت تديها اي اسم، ممكن تديها هنا اوبجكت، اوبجكت فاضي كده، سوري الكي نفسه هي اللي بقى اوبجكت فاضي، كي كي كده برضه ستيل فاليد، النيم ممكن يبقى الري برضه فاليد عادي جدا. طيب هل دي تفرق هنا معاك في حاجه؟ هي ممكن تفرق، يعني ان انت عايز تديها اوبجكت، اوكي مثلا ممكن تقول لها نيو مثلا بيرسون، وتعمل كونستراكتور هنا تقول له ليت سوري فانكشن بيرسون مثلا بالمنظر ده. هتلاقي لو احنا عملنا بقى يعني كونسول لوج على الماب كلها، هتلاقي ان ده بيرسون بيروح لنيم معين. فهي مش لوجيكال ان انت تديها الري انها تبقى كي ولا الفانكشن، اللوجيكال ان انت تعمل حاجه زي دي نيو بيرسون او نيو كونستراكتور بشكل عمومي، يعني لان انت تعمل انستنس من حاجه هو ده هيبقى الكي بتاعك. طيب ده بتستخدمه في ايه؟ لو عملت كده سيرش على كلمه كوليكشن، مش من جوجل يعني، مثلا لو قلت جافا سكريبت كوليكشن، واتمنى ان هو ما يجيبليش جاربج كوليكشن، هتلاقي ان الكوليكشن دي حاجه ريليتد للماب والست. طب ايه هي الكوليكشنز؟ الكوليكشنز يعني بريفلي كده، بتبقى عندك مثلا اري، الاري دي، او خلينا نعمل مالتي كومنت يعني عشان تبان اكتر،
بيبقى عندك الري، الري دي بس حلو بنظر ده كده، الري هنا الري دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الكي مثلا بتاعك، هو الفاليو الكي بتاعك مثلا بيبقى اوبجكت، فممكن تقول له ان هو هيبقى مثلا بيرسون او ده الاوبجكت بتاعك يعني، وبيهولد فاليو معين. بيبقى فيه كذا واحد منه بقى يعني، مثلا بتاخد ليست من كل، بتاخد ليست من اليوزرز، فهتبقى عندك يوزر كولكشن او بيبقى فعلا اسمه كده يوزر كولكشن يعني، ليست من اليوزرز كل كي بتاعك بيبقى هو اوبجكت من اليوزر وبيهولد فاليو معينه، ممكن يبقى اوبجكت بقى يعني. خلينا ندمستريت الموضوع بشكل فعلا، تقول ان ده فانكشن اسمها يوزر، ودي هنا بقى اسمها يوزر، وهنا هنبيلد الكولكشن مثلا ليتل انستنس بيساوي كذا، ومبدو تسيت ان هنا في الانستنس حاجه زي كده، هيبقى ليها بقى اوبجكت كامل، هيبقى ليه مثلا اليوزر نيم مش عارف ايه، والايميل مثلا مثلا احمد@example.com. وبالمنظر ده كده هتلاقي ان اللي جاي لك هنا في الفاليوز ماب، الماب دي فيها يوزر كذا، اليوزر ده اوبجكت ليه فاليوز معينه، في عنده اليوزر نيم والباسورد. ممكن بقى ان انت تسيت انستنس ثاني يعني، هو برضو هيبقى انستنس من ده بس يوزر نيم مختلف، مثلا ده محمود ومش عارف مثلا ده محمود @gmail.com لايميل مختلف. هتلاقي ان انت عندك دلوقتي الماب فيها يوزر، اليوزر الاولاني ليه كي كذا، اوكي ما عشان هي هتوفر رايد نفس الكي يعني. انت ممكن هذا تقريبا اي ثينك ممكن تقول له يوزر بالمنظر ده، يعني هتقدر بقى ساعتها عشان الميموري ادرس طبعا الريفرنس بيشيل الريفرنس اللي قبله، فهتديها بس نيو يوزر بالمنظر ده. هيبقى عندك تو يوزرز، اليوزر الاولاني اوبجكت فيه الفاليوز كذا، والتاني برضه يوزر اوبجكت وليه فاليوز كذا، ممكن تعمل واحد تالت هيبقى برضه مختلف عن الاثنين اللي قبليه وهكذا. فدي فكره الكولكشنز، انت ممكن تبلد كولكشن عن طريق الماب والست. طب الارتكل دي هسيبها لك يعني، هي من فري كود كامب اكيد طبعا يعني، دول معروفين وغير تعريف مين هم فري كود كامب. سيبك الارتكل دي تقراها كده يعني، اي ريكومند طبعا انت تقراها عشان تفهم كل حاجه عن الكولكشنز انت ممكن تستخدمها ازاي. تعالى نرجع نكمل كلام عن الماب. يعني الماب شبيهه بالظبط للست، هتلاقي نفس الفانكشنز اللي احنا قلناها الفيديو اللي فات، هي الانتريز هتجيب لك الانتريز اللي عندك، الفور ايتش بتلوب على كل حاجه، الجيت بتجيب داتا معينه، الهاز بتتشيك لو فيها داتا، الكيز بتجيب لك الكيز، الست شفناها اوريدي خلاص، الفاليوز بتجيب الفاليوز اللي جوه، والسايز بتجيب لك عدد الاليمنتس. نفس الامبلمنتيشن اللي عملناه في الست، خده كوبي بيست حطه جوه الماب اللي احنا هنعملها دلوقتي، مفيش اي اختلاف يعني. بس فكده دي تعتبر يعني كل حاجه عن المابس. برضه وين تو يوز، اي ثينك احنا عملنا ديمونستريشن للموضوع، هو ده الاكزامبل وين تو يوز، ان انت مثلا محتاج تسيت الكي ان هو يبقى حاجه مش هتقدر تخليها جوه الاوبجكت، مثلا كولكشن فعايز تعمل الكي يبقى كلاس او اوبجكت يعني زي المنظر ده، فهتحتاج ان انت تستخدم الماب عشان كده. الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجه ثانيه برضه اسمها الويك ماب والويك ست بالتوالي، برضه هنعرف الفرق ما بينهم والست العاديه والماب العاديه. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديوهات دي اول ما يتعمل لها ابلود، او يا اما تعمل لنا فولو على البيج عشان اول ما يتعمل ابلود برضه يجيلك نوتيفيكيشن. هتلاقي في الديسكربشن او في اول كومنت سيشن لينكس بتاعتنا لو حابب ان انت تعمل لنا فولو، ولو الفيديو عجبك اتمنى ان انت تعمل لايك وشير عشان يوصل لغيرك. اتمنى تكون استفدت، شكرا والسلام عليكم.